اوكي يلا ليتس ستارت. انا كنت امبارح هون قلت لكم انه المايلين شيت it speeds up the transmission of the nervous message. This is called the node of Ranvier. This is the node of Ranvier and this is the axon that is non-myelinated. As you can see, إنه أنا بس يكون عندي الأكسن non-myelinated لازم nervous message تمشي على طول الأكسن كله، بينما هون لا، إذا كان myelinated هي ما بتجي شقفة واحدة الميلين، هي بتجي zones بيكونوا myelinated وفي عندي مطارح مش myelinated. So the nervous message will jump from a node of Ranvier to the other. Okay, لأنه هيدي الطبقة اللي هي myelin sheath it's white lipid substance that is an insulator. Okay, so بتضطر النيرفس مسج تقطع عنا وتروح على next part of the axon اللي هو node which is non-myelinated. Okay. In a non-myelinated nerve fiber, the nervous message propagates step by step or zone by zone. However, in myelinated nerve fibers, the nervous message propagates by jumping from a node of Ranvier into another. This is called hydipsamia conduction by jumping. أو من إلا saltatory conduction. Okay? So أنا حكيت عنها مبارح بس ما سميتها saltatory conduction. ما لحقنا نكفي بسلايدات. هلا أنا بعدني عم بشتغل بنيرف فايبر. بيقول هون عندي إذا أنا عندي أكسن أوكي وهيدا الأكسن كنت أنا حطته in vitro in vitro يعني in the lab. إذا أنا جبت the giant أكسن of a squid وحطيته in a lab وعملت stimulating electron electrode sorry على هيدا مثلاً ال part of the axon بيقول لي in vitro okay لما أحصل على axon وأنا أعمل stimulation لهيدا الأكسن the nervous message will propagate in both directions the two directions it will propagate okay however بيقول لي in vivo بالحقيقة بالجسم the nervous message propagates only in one direction. ما فيها ترجع لورا nervous message. إذا هي عم بتروح من عند الريسبتور اللي عند السنترال نيرفس سيستم ما فيها تيجي ترجع عند الريسبتور. So in vivo بالreal life in the body the nervous message propagates only in one direction. هيدا الشيء لسببين. أول سبب إنه بالنيرفس مسج بالجسم عم بتبلش من الريسبتور. اوكي ما عم بتبلش من نص الاكسن هي عم بتبلش من الريسبتور سو من الريسبتور وعم تمشي قلت لكم اتس لايك ذا دومينوز افكت كل تشانل بتعدي اللي حدها التشانل بتعدي اللي حدها لحتى تكفي ثاني سبب انه هيدول التشانلز اذا عم نحكي عن الان اي بلس تشانل لما تعمل اوبننج بتاخذ وقت لحتى تعمل كلوزنج ما بتسكر دغري والكي بلس لما تعمل اوبننج كمان بتاخذ وقت لحتى ترجع تسكر ما بيعملوا اوبننج وكلوز بشكل سريع هذا الشيء بخلي هيدي المطرحه يلي عملت لها انا ستيميليشن بعدها مش مهيئه لحتى يعني اذا هن الان اي بلس بعدهم ما سكروا اوكي ما فيهم يرجعوا يفتحوا ما هن اوريدي بعدهم فاتحين هيدي البيريود هيدي الفتره نحن بنقلها refractory period ارجع اشرحها اكثر انا refractory period هيدي الفتره يلي بيكون عندي the part of the neuron the axon يلي هو unexcitable okay because of the delay in the closing of the na plus channels يعني أنا عندي هون مثلاً بقول بالإن فيترو كيس action potential is bi-directional it goes in both directions while in vivo بالجسم it occurs in one direction due
to the refractory period. كيف يعني؟ ليش هو بيضطر بده يمشي بواحد direction ما في يرجع رجوع؟ لأنه الزون يلي هي بلش فيها الاستيميليشن هي ما بتسكر دغري الـ NA plus ليرجعوا يفتحوا مرة تانية. أوكي؟ هاي دي الزون هي unexcitable. فبتضطر بدها تمشي لواحد direction. Refractory period is the time during which a given zone that depolarizes its neighboring zone is unexcitable because it is in a state of repolarization. أنا حفسر لكم إياه أكثر. إذا أنا صارت عندي هون stimulation صار عندي opening لل NA plus channels هون بهيدا المطرح. أوكي؟ normally بال in vivo هيدا المطرح رح يعدي قلت لكم the flow of ions يلي عم بيصير it will create an electric current. هيدا الشيء رح يخلي تمشي يعدي للشانلز يلي هون ويعدي للشانلز يلي هون. اوكي however اذا انا عندي in vivo جوا الجسم وبلش عندي from the dendrites الاكشن بوتنشال مش بالنص from the dendrites ومشيت مستحيل ترجع رجوع. ليش؟ لانه هي لما بلشت هون عملت creation of electric current بهيدا المطرح صار عندي opening لل NA plus بعدين opening لل K plus. هيدا الفلو عاد المطرح لحده، هيدا الفلو حيعاد المطرح لحده حتكفي للاخر. ليش مستحيل ترجع؟ لانه لما هي عم تفتح الـ NA plus يعني أنا عندي هون الـ NA plus لما فتحت هون الـ NA plus أوكي عادت لحدها صعب إنها ترجع رجوع لأنه الزون اللي قبلها تاخد وقت لتسكر الـ NA plus so it's still opening يعني بس على الخفيف. This is why it cannot go backward عطول المسج goes in one direction بالجسم وإلا بتخرب الدنيا يعني إذا رجعت رجوع المسج. Is it clear? Yes. يعني بس كانت ما فيها تمشي كانت لأن أي مفتوحة. إيه ما فيها تمشي ما نحن عنا الـ NA plus والـ K plus اثنينتهم بطولوا ليسكروا. هيدا الشيء لسبب معمول مش عبس زي ما بقولوا. هيدا الشيء معمول لسبب لحتى ما ترجع رجوع nervous message. لو دغري فتحت وسكرت الـ NA plus هيدا الـ flow of electron يلي عم بيكون the flow of the ions يلي عم بيصير عنا بيصير هو بده يعدي neighboring هو بده يعدي اللي حواليه حيعدي اللي قدام لأنه already مسكرين ال NA plus بس ما بيقدر يعدي اللي وراه لأنه هن already فاتحين على الخفيف صاروا على الخفيف فاتحين بطولوا لحتى يسكروا. هيدا هو المبدأ. هيدي الفترة اسمها refractory period بيكون عندي zone of the axon is unexcitable. It cannot be excited because بعده هو بعده already بال transmission of the nervous message. Okay. Yeah. هي بس فكرة صغيرة يعني أنا بدي هيدول النوتس بس منها. يلا خلينا نروح هلا لـ recordings at the level of a nerve. إحنا خلصنا recordings at the level of the nerve fiber. شفت الكاركترستيك نفس الأسئلة أنا هلأ هأرجع أسألهم يعني بدي which low هني كان عندي ال all or none low هلأ أنا بدي أشوف which low is obeyed أو the nerve obey which low كمان بدي أشوف هني شفت الكودينج modulation اللي كانت in terms of frequency if I increase the intensity the frequency هي اللي رح تتغير بس ال amplitude هيبقى constant. رح شوف كمان هون شو الموضوع بالنسبة لل amplitude أو لل frequency. First this is a nerve أنا عندي nerve وعم بزيد ال intensity of stimulation from I1 to I6 as I can see that I1 and I2 بقيوا على resting potential no recordings were obtained however I3, I4 and I5 كان عندي increasing amplitudes بعدين بين ال 5 و 6 يعني لل 6 صار عندي constant. I will give you 2 minutes موجود عندكم بالكتاب الدوكيمنت document E from the book. أنا حاعطيكم 2 minutes بهدول ال 2 minutes أكيد بدي interpret يعني analyze مع indication
وهيدي أنا أخذتها هون قست ال 100 ميلي فولت هيدا السكيل معطيني إياه بهيدا الشكل السكيل أوكي، وأنا صرت شوف كل واحدة تقريبا قديش بتطلع حسب هيدا السكيل، مرة مرة ونص أقل من هيك. أنتو كمان عندكم بالكتاب أسهل عليكم لأنه بالمسطرة حتقيسوا قديش ال 100 ميلي فولت وبتصيروا بتشوفوا كل أمبليتيود قديش طلع معنا. أوكي يلا analyze مع indication، ما تنسوا الindication، بدي أعرف مين effective ومين ineffective intensities، بدي أعرف لمزيد الintensity شو بيتأثر، شو عم بيزيد عندي، هل بضل constant الamplitude أو لا. أوكي هودي هن الindications. يلا I mute myself for 2 minutes and I need answers miss. كلنا بدنا نشتغل. أي صفحة؟ أي صفحة؟ حدا فاتح على الصفحة؟ هيك لنشوف نحن بلشنا بأي صفحة. ميو 188. اوكي مفترض يس 188. يلا رحت انا على رقم الصفحة كمان 188. اوكي يلا هلا بشوفه. يلا I will give you 2 minutes. انا معكم عم بسمع ايه and then I will ask about the interpretation. Yeah. Who can analyze first this recording? Yala miss, who can analyze this recording? Nasim. Hello, Miss Nasim. Yes, teacher. Yeah. Analyze. Yeah, we could publish as the intensity of stimulation increases.
as the intensity of stimulation increases from I1 to I6 to I2 السمن هيك بهذا الشكل to I2 there is no action potential. اوكي ما حنسميها هون action potential. اوكي اسمها هي global potential, رح احكي عنها later. انا action potential هي بس اذا كانت لنيرف فايبر واحد مش لنيرف. اوكي لانه الاكشن بوتنشال هاز ا كاركترستيك اوف كونستانت امبليتيود, هيدا الشيء ما بيتطبق عندي هون. يب وايل از ذا انتنسيتي اوف ستيميليشن انكريزز فروم اي 3 تو اي 6 ذا جلوبال بوتنشال انكريزز. اوكي تقريبا قد ايه يعني هيدي اقل من ال 100 مل هيدا تقريبا صح تقريبا بلس 80 لا هديش هيدا 90 100 لا أكتر شي 200 تقريبا 2 من هيدا انتو عندكم يعني 200 is more accurate عندكم. اوكي بلس 200 ملي فولت. اوكي هلا من الـ I5 للـ I6 when the intensity increases to I6 the global potential is constant. Okay, constant at 200. Okay, نسيم. طيب خليك معي نسيم. فإذن أنا قسمتهم I1 للـ I2 عم بتزيد الـ intensity the potential difference هم سامليه هون potential difference في يستعمل global potential. Okay, PD, potential difference, is constant. As intensity increases from I3 to I5, the potential difference increases from plus 80 to plus 200 and remains constant when the intensity increases to I6. طيب, هلأ بدك تقلي مين الـ effective والـ ineffective intensities of stimulation. بس سين يا ناس يا from I3 to I6 مفروض هيدي شو بتكون الـ effective اوكي والـ ineffective من I2 اوكي good. طيب هلا the increasing stimulations leading to what? Constant amplitude, increasing the frequency, increasing the amplitude. The increasing of what, teacher? The increasing of the stimulations. Okay? Leads to constant leads amplitude. To what? Abel constant. Increasing amplitude. Increase. Okay, increase. لأنه بلشت بالplus 80 انتهت بالplus 200 في عندي ها يعني مبين كتير الانكريز. هيدي الكونستانت ليتر نحنا هنشرحها. Okay, بالexplanation. Okay, نسيم. Thank you. Okay. إذا طلع عندي أنا بالinterpret أول شيء بلشت له ما في عندي recording obtained after increasing the stimulation from I1 to I2 خلصت أول جزء. هلا عندي potential difference يلي كان عم بيزيد of increasing amplitude from plus 80 to plus 200 لما الintensity كانت عم بتزيد from I3 to I5 بعدين هيدا الamplitude remained constant at plus 200 لما الintensity صارت I6. This is the analysis. The indications بدي حدد مين effective ومين ineffective. I1, I2 هني ineffective شو ما عطوني شي. بعدين I3 اوكي and above لل I6 هني effective. انا بعدين حفسر ليش هيدي طلعت constant وبيقلي the increase of intensity of stimulation causes an increase in the amplitude of potential difference. اوكي هيدا الشيء بعكس اللي انا شفته بالنيرف فايبر وقتها كان عندي يعني عندي ال all or none. يا ما بشوف action potential بيكون عندي local depolarization كتير صغير تحت الثريشولد يا بشوف كل ياتون عندهم plus 70 millivolt يلي هي 100 millivolt amplitude.
So it's different from the nerve fiber. Okay. Identify the threshold intensity. Threshold intensity هي شو؟ مين بيتذكر؟ Threshold intensity is the first effective ولا ineffective intensity؟ Effective. Effective. So مين بيطلع عندي هون؟ I3. Good. I3. So لأنه ال I3 هي ال first minimum intensity that triggers an action potential يعني هي ال first effective intensity في استعمل تعريفها هي ال first effective intensity so it is the threshold intensity. Okay. عادة بالaction verb identify أنا لازم أقول الكاركترستيك بعدين جاوب يعني بالidentify بدي أعرف شو يعني الثريشولد فريكونسي وبعدين بدي أقول يعني هون عم بيقول لي عرفها هو as you can see هي the first minimum intensity that triggers an action potential معناته ال I3 is the threshold intensity. Okay. Yeah, we go to number three. Taking into consideration the organization of the nerve. Nerve is made up of many nerve fibers. Explain the obtained results. قال أنا بدي أخذ بعين الاعتبار من شو مؤلف النيرف وبعدين بدي أفسر الريزلت يلي طلعوا معي. أنا حفسر لكم إياها. Maybe you remember it from grade 10 لأنه هاي دول كلهم مرئين معكم بgrade 10. أول شيء Yes. بس نزيد بالintensity بيكون عم نعمل triggering more nerve fibers لهيك بيصير Excellent. برافو برافو. Excellent. هيدي هي. أنا رح أعطي example إنه هيدا النيرف اللي عندي let's say إنه هو made up of 100 nerve fibers. من عندي example بس حتى أوضح الفكرة. رح أعتبر هيدا النيرف اللي عم بشتغل عليه في 100 axons. لما عملت الـ I1 كانت below threshold so none of the nerve fibers were stimulated. قويت على الـ I2 فيها تكون عم بشك بالإبرة وفي يكون أنا عم بشتغل على electric stimulation. قويت الـ intensity كمان none of the nerve fibers were stimulated. يعني أنا هيدا الرسم اللي عم شوفها بالـ I1 والـ I2 recording no potential difference was recorded because none of the nerve fibers were stimulated بالأساس were excited. Okay? Okay. فرق بين stimulation والexcitation عشان تعرفوا. Stimulation يمكن تكون effective يمكن تكون ineffective بس لما أنا أقول excited يعني هي effective intensity أدت لـ transmission لـ nervous message. So excited يعني صار في عندي transmission لـ nervous message. Stimulated it could be effective it could be ineffective. So بال I1 وال I2 لما أنا عطيته ال increasing intensity هيدول كانوا ineffective they led to no excitation of any of the nerve fibers. وصلت على I3 هي الأول effective intensity عطتني potential difference اللي هو plus 80. So أنا عندي nerve fibers were excited. صار عندهم عم بيمرق a nervous message بnerve fibers. I4 I5 عم بتزيد الـ amplitude which means I have more nerve fibers are excited and the potential difference من كل واحد من هيدول الـ nerve fibers that is excited were summed up انجمعوا مع بعض عطوني شيء اسمه global potential. تعرفوا global يعني شو يعني global general بمعنى يعني عالم صح. So أنا عم بجمعهم مع بعض يعني كل nerve fiber عم بيعطيني potential difference أو action potential عم ينجمعوا مع بعض. بس أنا وصلت لمرحلة بالـ I6 عطاني constant amplitude ما عادش عم بزيد عندي الـ amplitude معناته هيدا الشيء بيعني all the nerve fibers are being excited. خلص الـ nervous message مرقت بكل الـ nerve fibers. So أنا قد ما زيد من بعد الـ I5 حيعطيني نفس الـ amplitude because all the nerve fibers were excited. اوكي حارجع عيدها بالمختصر هلا. فاذا I1 و I2 ما عطتني potential difference none of the nerve fibers were excited. I3 I4 I5
عندي increasing amplitude which means that the nerve fibers, more nerve fibers are being excited and there's some the potential difference اللي عم بيطلع عندهم عم ينجمعوا مع بعض بيعطيني هيدا ال increasing amplitude. This is called global potential. It's not action potential. Finally, من بعد ال I5 قد ما زيد ال intensity of stimulation أنا عندي constant amplitude which means that all the nerve fibers are excited. شوفوا كيف لازم اكتب. أول شيء بيقلي no recording for I1 و I2 because they were in effective intensity. No nerve fibers were excited. خلصنا ال I1 وال I2 فهمتوا ما في عندي nerve fibers excited. بينما عندي increasing بالamplitude من ال I3 لل I5 from plus 80 to plus 200 لأنه more nerve fibers are excited. أنا حطيتهم بالأحمر as you can see. تتركزوا عليهم. بيعطوني كتير action potential بينجمعوا مع بعض لحتى يعطوني شيء اسمه global potential. وفاينلي من بعد ال I5 at I6 بقيت constant لأنه all nerve fibers were excited. Is it clear? مس طب كيف بيقطع بأنه بعدد منه وعدد ما بيقطع منه؟ لأنه حسب عندك نحن عنا myelinated عنا non-myelinated عنا different diameters هيدي كتير بتفرق. كل أكسن عنده threshold بيختلف عن التاني حسب الدايميتر اللي له حسب الميلين. فمش كل الأكسنز يلي عندي أنا nerve fibers عنده نفس الثريشولد. أوكي؟ أوكي. Is it clear? We continue? Yes. Yes. So, أنا هلا عندي بدي low. What is the low of the nerve? يعني the nerve obeys a law. What is it? تتذكروا شو هو؟ All or none. Summation law. Okay. ال all or none هي summation law. Yes. ال all or none هو للnerve fiber. إذا عندي بس واحد fiber. يا في action potential يا ما في action potential. So this is the all or none. هلا النيرف it follows the law of summation عم بيجمع الاكشن بوتنشلز مع بعض بحصل على increase بالامبليتيود it's called the law of summation. Okay, so it's the law of summation. ما بدي انساهم النيرف فايبر all or none النيرف law of summation بيجمعهم مع بعض للاكشن بوتنشل. هيدي law of summation بحصل على global potential of increasing amplitude. طيب what is the coding modulation in the case of a nerve؟ يعني أنا لما أول intensity عم تترجم هيدي قوية ال intensity بشو؟ ب amplitude. Excellent. Sorry هي amplitude هلا منظبطها. Okay بال amplitude. So it is amplitude modulated coding. هيدي آخر السهرة طالعة معنا هيك. Okay, amplitude modulated coding. كمان ما بدي أنسى nerve عم بزيد ال amplitude بينما هونيك عم بزيد بال nerve fiber the number of action potential اللي هي ال frequency. Okay, miss. Is it clear?